سبع نجوم. زيت العين مطروبة من الصباح. ايدك على نص كيلو عوامي. ليش نص كيلو العوامي؟ يا ابنك بديع جايته رسالة. وإذا جايته رسالة بركي ميت لنا حدا لا سمح الله. ليش حسبتي لكم حدا حتى يموت انتو؟ هلا مشان نص كيلو عوامي جاي عم تبهدلينا. هلا كل ما جبت لك رسالة بدي اكل بهدلة. لك يا اختي ما بقى بدي عوامي، ليش بقيتي العوامي؟ انا في غنى عن العوامي، قولي كلمة شكرا على القليلة. كلمة شكرا على القليلة، هاتي خليني اعرف اقرا على رواق. تفضلي تفضلي. احطي يلا روحي. وينه؟ غلطنا بحقك لا تاخذينا، السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام. قولي شو هالزمان هاد؟ شو هالتخلف هاد؟ لحد هلا في ناس بتاكل عوامي؟ عوامي؟ يعني فواشات بالحمصة ولقيمات بالخليجي، وفي ناس بيقولوا مش مقلي. بديع بديع قوم، ابو ريالي اجتك رسالة. بديع ابو ريالي اجتك رسالة، صايرة شعلة شعلة لا شعرة، صار بدها ملحل. غير مرت عمي في شي؟ هات الحلوان. حلوان شو مرت عمي؟ بديع جايته رسالة. أبكي إشعار من المحكمة، هاي بدها حلوان. لا يا شو محكمة، بديع مو عامل شي. ايش بيعرفك انتي؟ بركي هو ماشي بالشارع دعس له شو ولد بالسيرفيس واخذوا نمرة سيارته، ايش بيعرفك انتي؟ لا خلصنا بقى، رح أدكي جوزك بالحبس مشان صفغت، راح تلحق وما عاد بديه. ما بيقدر عليكي مرت عمي، بس يعني انتي ابو طمزة خربتوا بيته لبديع من ورا راح تلحق. فشرتي بنص عينك، ابو طنزه طول عمره هو اللي بيشتري لنا راحه الحلقوم، بديع في حياته ما اشترى لنا شيء. مزبوط مرت عمي، بس يا ترى مين بيدفع لكم لدكتور اسنان انت وابو طنزه؟ هلا انا عم روح دكتور الاسنان من ورا راحه الحلقوم. طبعا مرت عمي، بعد كل صفط حلقوم بصير بدك سحب عصب وحشوه، وابو طنزه بده قلع. بديع وينه بديع؟ بديع راح يجيب خبز. مسكي اعطي الرساله خليه يقراها ويخبرنا. شو التخلف هذا؟ لسه لهلا حدا بياكل راحه حلقوم؟ شو بتلخ بالصمون؟ يعطيك العافية، هات الحلوان. حلوان ايه؟ اجتك رسالة. يعني إذا رسالة ضروري الحلوان، بجوز شي عشيرة من العشائر اللي قاتلن حدا عم أبو شهاب بدهم ياخذوا بتارو. ياخذوا تارو من أبو شهاب، أنت شو دخلك؟ بيكونوا ما حزنوا على أمي أبو شهاب. قالوا منقتل بديع ومنخلص، بديع لقمة سائغة، مشان ما يتبهدلوا بين العربان ويضل عقالن منكس. ايه بديع فعل الله ولا فعلك، سويت الدنيا بوشي ورمحني مشان قلب قعدته، معقولة أنت؟ روحي يا روحي. هذا لسه لهلا بياكل قعدته، شو التخلف؟ لك شو بده ياكل دخلا؟ كلي كواك اوفون، كوانيت دي فون، سوكوياكي، نيحان. دخيلك شو متطور؟ هدول مو حلوان، هدول وجبات يا ذكي. شو بعرفني؟ هن ما بيكتبوا شيء قدامه، على اساس نحن بنعرف الشغلة. انسى. ايه هي رسالة من مفيد للخليج. عن جد؟ فيزا فيزة عمل ولا كانت زيارة؟ لا فيزة عمل. وأنا ما جهت سيرتي؟ لك هلأ المهم بعد فيزا واحدة بعدين أنا بسحبك لهنيك لعندي. ماشي، وعلى عشو ناظر بوشك على الإجراء والجوازات؟ المشكلة مو بالجواز، المشكلة منين ندبر 100,000 ليرة؟ مشان شو 100,000 ليرة؟ حق الفيزا. أنا بعرف إنه العالم بيروحوا على الخليج مشان يجيبوا مصاري، مو بيدفعوا مصاري حتى يروحوا على الخليج. 100,000 أنا بطالعها هنيك بشهر وبسدها، المهم هلأ منين بجيبها؟ كل اللي منعرفهم ما حيلتهم فرنك. أنا برأيي تنسى الموضوع كله، أساساً لو كان معك 100,000 كنت عملت لك شي مشروع هون. 100,000 هون؟ حبيبي ما بتعمل شي. نحن مو ضروري ندبرهم من مطرح واحد. لكان من كم مطرح؟ كل واحد منعرفه منعصره إلا ما ينقط له شي نقطة. على هالحالة لازم نعرف لنا شي 100,000 واحد. ليش بقى؟ لأنه ما في واحد منعرفه بيقدر ينقط أكثر من نقطة مهما عصرناه. لكن نقطة بألف مو بليرة يا فهيم. امشي حبيبي نلحس لبن أنا وياك، امشي أحسن من السيرة كلها. أمي من ندبر 100,000 ليرة، الفيزا من هون لشهر بتخلص. شهر شو معجزة؟ لك يبليها بقتل الإمهاني، صلى الرسالة عندها 3 أشهر لهلا حتى جابتها. وبدها عوامي، سمي الهاري ريتو. عوامي. بديع. شو؟ بدي إياك تنتتر تجيب كيلين عوامي. لك هلا وقت العوامه. لك بدنا نحليها لامهاني مشان نعصرها. هون بديعي، هاي
هذا هو الحل اللي ضليت تمنيني فيه 7 أشهر. الله يقدر لي ورد لك الصحة 10 بس تحت. شوفي شوفي اطلع بخاطرك كمان اعطيني اياها. شهرين لك ركب له بطارية. صحيح ذكرتيني، جبت لك بطارية صار لها شهرين جبتي ونسيان اعطيك. اي هات لك. بدك شبكي، شو بدي اشحد منك شحادة، بدك تعصري عصر. هاتي لشو، شوفي شو بيطلع من خاطرك، هاتي، هاتي الاسوارة. اسوارة؟ لك ايه اللي اديتك اياها بعيد الحب، اشلحيها. حرام عليك ما تركت لي شيء. وبدك تجيبي لي السنسال اللي لقيتي على موقف الكباس. اي لا معطوه. اذا معطوه شو انا بدي البسه؟ لك وينها؟ كانت هون. يلا لقيتها. لقيتها. يلا نزيد. لقيتها. نزيد. قوام يلا ارجعني تقريب السلقة. هذه الساعة، هذه الساعة غالية على قلبي كتير، بس ما في شيء بيغلى عليك لأنه بدنا نخلص منك. شو غلاها؟ مالك شايفها شلون مجنزرة جنزرة بالوسط؟ هذا مو جنزير، هذا صدر. بعدين حبيبي هي الساعة غلاوتها مو بمعدنة. وليش بقى؟ يعني إذا فتلت الزنبرك بيطلع لك ماري؟ لا، بس هي الساعة لحتى وصلت لإيدي راح 10 قتلة. مثل ما عم بقول لك، هذا جدي أيام السفر برلي. تعيش. تعيش أحبابك. كان قائد فصيل بالجيش العصملي. هلا جدك كان قائد فصيل بالجيش العصملي؟ لأنه لما مات قائد الفصيل هرب مساعده الرقيب، ما صفي غير جدي العريف لأنه الباقي كانوا كلهم عساكر، قام صار جدي قائد فصيل أوتوماتيك. والساعة؟ دك جايك بالحديث، ليش بتخطف الكباية من راس المعونة؟ أنا ما بعرف. هذا جدي كان عم بيناضر على الألمان بالسهل، كان جدي عم بيناضر، لما نشاف شي عم يلمع، ركز عليه منيح؟ قام لمح الساعة، بعت أول جندي لحتى يجيبها، قام انفجر فيه لغم. بعت الثاني، قام لحق الأولاني. بعت الثالث، قام لحق الثاني والأولاني. هيك لحتى ماتوا كل عساكر جدي، وصفي جدي لحاله قائد فصيل من غير فصيل. وهداك يا؟ لا، جدي دبت فيه النخوة، وجدي طبعه حامي، مسك هالبيرة وهجم على السهل ومسك الساعة ورجع بالساعة. وهداك ياها؟ لك لا، لطشت منه لطش. لأنه ما عاد شاب. أخي مسيك مسيك، أنا مال سرقة ما باخذ، مثل ما عم أقول لك مال سرقة ما بدي، ما بدي معها. زي شبك شو صار لك؟ هلا صرت عفيف؟ لا عفيف ولا مو عفيف، أخي مال حرام أنا ما باخذ. هلا شو هالخزعبلات هاي؟ مشي حالك فيها بعدين، هي ساعة جدي وساعة حدا غريب. لا حبيبي لا، بركي رجعوني على حدود. لك ما بيرجعوا، بعدين أمرينا شو بدي ترجعني لحتى تاخده؟ طيب شو رأيك تجرب هالخاتم؟ شوف هالخاتم. هذا الخاتم كم أتير راح عليه لحتى وصل لأصبعته؟ ولا أتير، بس انجرح مشانه 4. كمان لقيته بحقل الألغام ناح الساعة؟ لا، هذا قتلنا عليه أنا وولاد عمي، مين بده يشتريه من جدي؟ وإمتى كنت تقاتل أنت ولاد عمك مشان الشري؟ طلب فيه 5 ورقات، مبلغ رخيص كتير. أنا الكل شافه شروي وتقاتلنا وصار اللي صبر. رخيص كتير مو رخيص؟ لا مو رخيص، مو رخيص ربحان فيه 10 ورقات. شو ملاقينه بالطريق؟ لا، بس جدي لطشه من إيد المختار لما انغني. تعيش. تعيش أحبابك، وقت اللي سفقوا على قفا راسه بالدبسة. يخرب بيتكم شو العيلة، شو حرامية بالوراثة أنتو؟ لا عامل لي حالك صوت شريف. لك اخي مو شريف ولا ما شريف، اذا مال حرام مالي مصلحه تقعد تتفركس السفره، اذا عندك شيء حلال هات، وما عندك خلينا نلاقي زبون ثاني. ايه حيرتني، عندي بس مو فضه. لك هات لنشوف. تعيش. تعيش احبابك. انصفينا على الحديد النوال جديد. خلاص حبيبتي ولا يهمك، اخوك بكره بيطمرك بالذهب طمر، لانه رايح هو على مدينه الذهب، بعدين حاجه تنقي. كتر النق حبيبتي بيقطع الرزق. شفناه كيف طمرنا لما كان يلعب بالمصاري طرميم. لك انت وقتها ما كنتي بحاجته، انت الثانيه كنتي تلعبي باصره بالمصاري لعب شو؟ هلا ضروري يكون بحاجته حتى يتحنن يعني؟ اخوك حنون كثير ما في احنن منه، بس وقتها كان طايش، ما انتبه للواجبات. ما انتبه للواجبات ما هيك بس بتهمه الست زهره، اذا الست زهره اخذت برد هو بيمغص، اذا
كسرت رجله بيجبروا له رجله له، اذا قالت اخوه بيقول يا راسي نيالا. تخدي تضربي انت واسوارتك، ما حد بدنا اياها هلا. مشان اسواره ما بتسوى 1000 ليره، بدك تدقي فيشه لاخوك. انا امي مو مشان الاسواره، مشان تعرفي انه انا احسن منه. خلص حبيبتي، انا بكره وحيات عينك بنزل على النفوس وبجيب شهاده بانه بديع احون من غاده. امي مو مشان هيك، بس مشان تعرفي انه انا احسن. خلصنا هلا بكتب لك اقرار مبصوم بالعشرين هدول، بالعشرين 10 و10. الله لا يحيش حدا لحدا. امي هدي حالك، انا بس مشان تعرفي. قولي على عيونك شو هدي حالي، فلقتيني يخرب بيتك من حالك، بتجيبي الفالج النصفي انت يخرب بيتك. مساء الخير بديع. مساء الخيرات. جيت بوقتها، بدي اشرب لك كاس شاي. تعال. اي والله كاسة الشاي بتجي بوقتها كمان. حاكم ريقي نشفان وحلقي مطقطق من كثر ما فتلت. شو سمعنا على الخليج؟ اي والله على الخليج. ابقى تذكرنا بس تروح. بلا لك نروح على هنيك، هون الله كافي. اخ يا بديع اخ، جار الزمن علينا، 3 نسوان بيهدوا الحيل. طيب انت طلق تنتين وخلي واحدة. انا لو بيطلع بايدي بطلقهم كلهم، بس خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. العصمه بايدهم ما هيك؟ فشلوا تكون العصمه بايدهم، بس مو هون القصه. بكمل. انا اذا بدي طلق بدي ادفع نفقه ومؤخر لكل وحده، وامن لها بيت وغيره وغيراته. قلت لحالي لا، خليهم عايشين هون، هديك ابوها بجيب لها قطرميز مكدوس، والثاني امها بتجيب لها شويه برغل، وهي بنتعشى عند خالتها، وهديك بنتغدى عند عمتها، عايشين هيك على بركه الله. اخ عفيف لا تواخذني، انا بعرفك بتسرق الكحل من العين، انصب لك شي نصبه. لا تواخذني ها بهالكلمه، ما عاد تزبط، صرت وجه مألوف. اذا بقول للواحد صباح الخير بتفقد جيابه. يعني انت ناوي تنقل نشاطك لهنيك؟ لا توبي، هالشغله مو شغله. ايوه وليش مو شغله؟ بعالم النصب بتتعامل مع نصابين، ودائما في واحد اشطر منك ما بيقنع بجزء من ثروتك إذا ما شفط كل شيء حتى يثبت جدارته. قلت لحالي خليني اشتغل شغلة شريفة، مو أحسن؟ ليش أنت بتعرف تشتغل شغلة شريفة؟ إيه بعرف، محاسب وغزالة فنانة بتشتغل باختصاصها. بدك تشغل مرتك؟ باختصاصها. وأنو اختصاص منه؟ بديع ما في داعي نكشف وراء بعض، لساته ملفك بين إيدي. شو قصدك؟ قصدي إنه خلي الطابق مستور وعفى الله عما مضى. لا عمي احكي. لا ما بدي احكي، أنا ماني خسيس مثلك حتى احكي. لا احكي بعدين، أنا خسيس، أنا خسيس ولا؟ أنا أطعم كسره. شوفي 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 خلاص شوفي عفيف. ولا يحكي يحكي شوفي عديني. يلفك ضبع ما يقوم عنك لياكلك. يبعث لك خدمة انت وياها، شو عم تعمل بجوزي؟ يوم هيك بشوفه بجوزي بجوزي. يوم العيب بس يقولوا ضرب مرة. لا تضربي بأذيك عفانة. لا تعمل لك، لا تضربي. فوت يبعث لك خدمة سوالي كل شيء قدام العالم. تعال هون. العوامات العوامات. فوت قدامي لشوف. طقع بنت. فوت فوت لشوف. فوت فوت لشوف. اهم شيء ما يضحكوا علي لبديع، لانه بديع دب الذهب. اي ما شاء الله حولك انت واسم الله. لا امي شفيق بكل شيء على البركه الا بالذهب حربوه. كتر خيرك انت الثانيه على هالشهاده. لك لازم كان حدا يروح معه. ها اجي ابو ريالي. شو صار معك؟ بعته. بديش؟ اللي فيه النصيب. شلون اللي فيه النصيب؟ نحن بدنا 100,000 ورقه، بديش بعته؟ 60,000. بس؟ شو بس؟ شو كنتم مشنشلين بالذهب مرت عمي؟ يعني يا دوب كل وحده فيكم كانت حيلتها شقفه اسواره او سنسال او جوز حلب. ونص اللقيه من هون وهون. لا يا عواض ما تجيب لي جنزير واسواره ومبرومتين اتباهى فيهم قدام كل العالم وقول هدول من جوزي ابو طمزه. امن لي اذا بتبيعيني كلياتي بسوق الدلالين حقي ما بيجيب لك فرده حلب.
هلا احسن ما نكون قاعدين عم تحكوا بهالسيار، فكروا معي كيف ندبر بقيه المصاري. بديع ما وصلتك تجيب عوامه وينه؟ جبت لك اياهم امبارح بس التهيت كنت عم بقتل عفيف. قومي لكان غادة نادي لامهاني. ليش انا؟ ليش مو ست زهره؟ ولا شوفي عند امهاني؟ لك بدنا نعصرها، بركي بنستحصل منا على شيء. اعصرها انا ولا تعصريها انت؟ اسكت، اللي بيسمعك بصيبك بالعين على شيء ما في شيء. ايه حاجة، لو بدك تعتذري عن جد كنت اجيتي لعندي على البيت واعتذرتي، مو بعدتي وراي وجبتيني مشان تعتذري. انا هيك كنت بدي اعمل بس ما فضيت امبارحة. يلا معلش حصل خير، تركيني خليني امشي. ما بتطلعي لتاكلي عوامي، لك مو الرسالة اللي اجت من الخليج اللي جبتيها انت طلع فيها فيزا؟ بالله شفتي حتى تعرفي قديش ايدي فيها بركة. تحلي تحلي. لا معلش يلا باخذهم معي باكل انا وجوزي، حكم تقبريني لازم حلو. ايه هدي لشوف كمان انت عندك مشكله؟ لك لا لا بس بيناتنا العمر له حق. عاوزتك بموضوع ضروري معني. تفضلي روحي. الفيزا طلع حقها 100,000. قريضه ان شاء الله قريضه، ليش كل هالقد؟ نحن دبرنا 60 بس بقي علينا 40. والله كان من عيني هي قبل هي، لكن انا اذا بتعصريني عصر ما بتلاقي معي اكثر من 10,000 ليره. 10,000 بكفوا بيزيدوا. هدول منهم مصروف البيت ومنهم حق بضاعة بكرة بدها تجيني على الدكان. يعني ما فيك تدبري لي شيء؟ كي حصلتي؟ منين فيه وبتفرق؟ ولا فرنك بنوب؟ ولا نص فرنك؟ لكان بلالك العوامة بيجعوكي سنانك. هلأ أنتي جايبتيني مشان تهينيني؟ الحق علي اللي أجرتكم بدون عقد. لو كان في عقد كان الواحد منكم وقف قدامي مثل التوتو. بخلك وكحتنتك عم يخلوا العالم يبهدلوكي، يخرب بيتك من حالك، 1,000 ليرة على القليلة. قلتلك ما بقدر، ما في معي يعني ما في معي. طيب 500 ليرة. ولا فرنك. لك يا بوران، يا بوران ما بصير هيك، هلا بتعرف مهاني انه جايبتي لها عوامة مشان تبلصيها، هلا طعميها عوامة بكره بتبلصيها. بعدي هيك، بعدي هيك. بعدي هيك انا محتاجة عوامتك يا ابو الفواشات مو هيك؟ لك من اليوم ورايح اذا واحد منكم بفوت دكانتي لبهد لو بهدلت الكلب الاسود. شو مفتكريني فجعانة عوامة او ليه على عيونكم؟ وينك خاطري؟ مع السلامة حبيبي. يا حبيبة قلبي شو لطيفة. لك تروح قاتل شو جابك؟ كنت عم اطبقها رقبتك هيك بدي امسعها. تفضل بديع. خديه خديه معك هلا بيجي بشربه عنكم. ليه بقى؟ لك خلص شو هالسؤال السئيل؟ جيب ليكي بقتلي. بدي اياك تشرب فنجان قهوه معك. بدي اياك وينك؟ ايه ليك جاي؟ شو ما شاء الله صاير جوزك مثل هلا. سنده سنده سنيت رح قلت لك دقيقه دقيقه شوي. لا اصحى قولي ليش عم تحكي ان شاء الله؟ دقيقه دقيقه ارفع من عندها. شفت غادة عم تعمل قهوه قلت لحالي بدي اجي اشرب معك. انا بعرف ليش جاي. ليش جاي؟ مشان الساعة والخاتم. السرقة. أنا مبارح فكرت ملياً ولقيت إنه ذنب السرقة ما بيقع عليك بنوب. أي سرقة؟ لك الساعة والخاتم السرقة، لكن على مين بيقع؟ على جدك أنت مو مذنب بنوب. شو فرقت السرقة سرقة؟ أنا لا تعديها. أنا مبارح طول الليل عم فكر بالموضوع. شو هالشغلة يعني؟ أنا بكرة بس حتى أشتغل بدفع قد حقهم 10 مرات حسنات عني وعنك وعن جدك، بس أنا مو مشان هيك جاي. لكن شو الموضوع؟ في محل نحن ما جربنا فيه النوم. وين؟ جده لشفي. ايه بس جدي ما حيلته فرنك. بعرف بس اذا طلعت وقلت له لجدك الك ولا للديب شو بيقول لك؟ خسر ديب. واذا قلت له بدي مصاري شو بيقول؟ بابو نقله. ما حذرت، طالما قال لك خسر ديب معناتها بده يدبر المصاري. بس عم اقول لك ما ابو نقله. هلا اذا جدك قال له لواحد بدي مصاري بيسترجي يقول له لا، يا بيتنخع بوشه يا بيضربه بالدبس على قفا راسه. بس هذا اسمه ابتزاز. روحي روحي حبيبتي يلا روحي، امك عم تدور عليك. ليش لحتى تدور علي؟ ما بتعرف انه انا هون؟ لك شلون بدها تجي لعندك بعد ما وقعت وانضربت رجلها؟ امي وقعت وانضربت رجلها؟ روحي يا امي. يا اخي هاد اختك غادة جوزتيني بخرج. لك ايه وبتضحش حالها بكل شغله. ايه ما طمنتني، ان شاء الله ما فيك صوره. وين؟ برجل مرت عمي. شلون وقعت؟ شلون وقعت؟ احكي لي.
لك شو تبقتيني انتي؟ كم مرة قلت لك لا تجي لعندي الا لحتى تشوفيني انا طالعة؟ امي كيف رجليك؟ ما في شيء يجري، هلا قطعتيني سلسلة افكاري لتسأليني على اجري. ليش ما وقعتيني؟ ما وقعت. بدي اعلمك وقعتي. روحي بعدين بتشرحي لي، روحي تروحي قتل. يلا خليك افتحي لي خليني فوت اطمن على رجليك. لك روحي، العمى شو دبقة؟ تروح عينان بنات. ايه سيدي نرجع لموضوعنا. هذا يا ستي ما اخذ معي بوكسين كنت مكومه. احلى بديع لك هالبوسه. تعال عم عزبك معي شفيق ولو بكره بس اشتغل الله يقدمني لرد لك جمعينا لنشوف. ضحك علي ما هيك؟ وليه؟ ليشك عم تخسر تحاكي لي بهالطريقه؟ امي ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ الحمد لله طمنتيني عنك. ما لا واقعه. ما لا واقعه شلون؟ انا شفتها بعيني بس بجوز بالمنام. بالمنام بجوز هيك. فوتي 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 غير اوعيك بدنا نروح نزور جدي. شو بده ياخذني لعند جده؟ شلون شو بده ياخذني؟ لكن بدك كان يروح لحالي، بعدين بيعرف اني جاي بدي مصاري، هيك بنروح انا وياكي سوا وبعدين بنقول له الك ولا للديب شو بيقلنا هو؟ خسف ذيب. اجلي نحن ما كنا وقفنا القتله. شو قصدك ولي؟ لا ما قصدي شيء، كل عفيف كل. شو مكدوس؟ شو بالمكدوس؟ نحن عنا في غيرنا ما عم يشم ريحته. عفنت مصاريني من المكدوس، الصبح مكدوس وعلى الغدا مكدوس وعلى العشاء مكدوسه، شو هالعيشه هي؟ اهز كتافك. انت بتسدي بوزك بنوف، انت الوحيده اللي اخذتيني غدر، فهمتي ولا لا؟ اطلقني اذا مو عاجبك. ما فشلتي طلقك؟ ما تحلمي بالمؤخر بنوف، اذا ما بدفعك قد مؤخرك على مرتين لحتى تخلصي مني ما بكون عفيف. خلص عفيف طول بالك، هذا الموجود. لا مو هذا الموجود. وحده غيرها كانت ما حاجتني لكل هالمحاضره، رفوف امهاني ملياني، كانت راحت لعندها من غير ما اقلها. ما معي مصاري. مو مشكله نحن فاتحين حساب هنيك. صار حسابنا 20,000. يصير 100,000، شو نحن بدنا ناكلهم عليهم؟ بكره بصير معنا بنعطيه. كل ما بروح لعند امهاني بتفتح لي الدفتر وتبهدلني. قولي له لابوكي. شو بده يعمل لي ابي؟ شلون شو بده يعمل لي؟ مو هو رجال البيت بيضربها بوكس على نيعه بيهر لها اسنانها، لانت بدها تضل سايقته مثل ولا ما بدنا نحكي هلا. ماشي شو بدك؟ ايه جيبي لي معك كروز دخان. ونص كيلو موالح بدون بزر اسود، بزر ابيض وفستق وبندق وشويه كاجو. ما بتعطيني؟ قولي لها عفيف رايح على الخليج، يلا قومي اتحركي. حاضر حاضر. وانت سبيني على غرفتي. حاضر. يلا. يا حبيبتي سادي مسكي هي 345 ليره. ميرسي. مو الك لبوران. ليش؟ عشان يكملوا عقد الفيزا. إيمانا محرزين، لا بيقدموا لا بيأخروا. مو المهم يقدموا يأخروا، المهم يشعروا إنه نحن واقفين جنبهم، ومشان إذا راح بديع على الخليج يبعث لي فيزا، وبنفس الوقت أنا بكون قلعت لهم عينهم، قومي اتحركي. هلا اتنطيت وتحطيتوا على 300 ليرة. طنطوا 45 ليرة، هذا اللي تأمن معنا. بورا، لا تاخذيهم، رجعيلهم ياهم. ما بيأذونا ولو انه مبلغ ما بيستاهل كتر خيركم. لا تأخذونا. يسلموا ايديك، المهم المشاركة الوجدانية. هلا ما بيصير الا تكسري كلمتي قدام المخلوقة. لك يلا انت كمان شعرة من دقن عفيف مكسو. لك هنشيل يوم من عبيك. 30,000 ليرة، ما تأمن معي غيره. لك يا الله يصلحك، كنت قل له لجدك مرة ثانية لك ولا للديب كان أمن لك بقية المبلغ. هو تأمن أكثر من 100,000 ليرة بس مو هون المشكلة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة انه المصاري لما وصلوا لأيد جدي صار هو بده يروح على الخليج. لكن من أمت هالمبلغ كله؟ منه بس من غير ما يحس. سرقة؟ لا لا عمي لا، سرقة مالي مصلحة بنوب بنوب، أنا قلت لك مال حرام ما فوت علي. أيوة لك مو سرقة مو سرقة، هيلمة بعت مسبحة كهرمان بتسوى أكثر من 100,000 دولار. ومنين جبت المسبحة الكهرمان؟ لك لا كهرمان ولا شيء، خرز مطبوخ بتسوى لها 10 ورقات بس انا ضحكت عليه. عندكم لسه المطرح؟ عنا كثير كثير. قد كثير كثير. قد احكي بقى. ايه شو بكون يعني اذا قلت لكم ما بتفسدوا؟ ما نفسي. اكيد اكيد اكيد. لك احكي بقى. ايه حطوا ايديكم على شواربكم. ها وانت؟ انا حالي وبصير احلف على الظلام. احلف حلفت. وانت؟ حلفت قبل منه. يسكر الباب وتعال قلبك. ابو طمزي وهدي عند ابي 10,000 ليرة. امي يا شو؟ اذا بتطبق السمع على الارض ما بعطيها لحدا. عم تخبي من ورا ظهري؟ هدول تعرفوا اللي اخرتني اذا طلعتي. ما بدي اتبهدل بعد ما بدي احط راسي. لك فال الله ولا فالك، لسه بكير على موتها. لك يا اخي ما اختلفنا، بس انا شو بيعرفني انت بدي اندفن؟ بس بلا حكي فاضي. هلا مثل الطير الطاير بتروح لعند ابو زهره بتجيب المصاري وبترجع. بوران لا تضغطي علي.
بدي ضل عم اضغط عليك ليبقوا مصارينك. لك لساتو قاعد؟ لساتك قاعد؟ لك يا جماعة فهموني. لك يعني فهمون؟ حاضر رح يفهموك. يلا احطوا في كلام بيني وبينهم. بصير بدي احكي انا وياه. يلا روح. امي على مهلك عليه. ازرعيهم بهالشوارب مرتاح. ازرعيهم هدقني بيقتنع اقتنع. روحوا خلص الفيلم. روحوا تفرجوا على غير الفيلم. يلا روحوا. ابو طمزه في حل واحد عندك ما في غيره. بدك تجيب المصاري يعني بدك تجيب المصاري. وفي شكلين لتقتنع، يا بتجي بالكلام الحلو يا بل. لا ما بدي بل. شفت بقى احلاك. طيب خلي زهره تروح تجيبه. ليش زهره تروح تجيبه؟ لانه انا عاطيه كلمه، قلت له اذا بطلب منك المصاري امسح فيني الارض. لك شو خسران؟ خليه يطرقك بهدله. لك هذا ما بفهم الا حرفيا، هلا بيمسح فيني الارض. ماشي بدك زهره تروح على عين تكرم عيننا. ماشي شو عملي؟ كم ابو طمزي عندي انا؟ زهره ارنبي طايه. قال لي بتعرفي اذا طلع ابو طمزي ما بيعرف شو بعمل فيكي؟ قلت له باري بتمسح قدري بدي بس تحطي فرد ديال. قال لي وينه ابو طمزي ليش ما اجى؟ قلت له ابو طمزي رايح على حلب. قال لي ليش ما بيحكي معي تليفون بالحلب؟ قلت له ما عنده تليفون ليحكي معك. قال لي خلص يبقى ليرجع. قلت له يا ابني دخيل الله عطينا المصاري لانه نحن كثير مضطرين لانه ما بدي بده يسافر على الخليج. قال لي ما بقدر. قلت له دخيلك يا ابني. قال لي ما بقدر بدي امسح في الارض. قلت له يا ابني ما بصير تمسح الارض ببديع بدل. لك يا قلبك يا لعنتي نفسيتي اي وبعدين. قال لي انه صرفوك. الله لا يعطي عافية. لكن انا بصير بدي اعمل حاجة تعدن هلا بتطير بركتهم. 165 هلا انت ما بتحسني تقولي هالجملة بس تشوفيني خلصت عبد. كم مرة بدي عيد العاد عم تخربطيني؟ 800,000. لك بركي شي حدا منقص شي 500 ليرة، بدك الفيزا تطير مشان 500 ليرة؟ ما حدا مخربط. شو عرفك؟ كلهم خمسات وعشرات، مالك شايف فيهم؟ انفلي اعدن، أنا شو بدي منك أصلا؟ عدهم، رح عدهم. 500، 1000، 1500، 2000، حسيلي إصبعتي نشف ريقي. أمي 500 مثل الدوشة أنا فيه عقلك حكمة إلهي. لك إذا بصائتها لزريعة ما في مين يصغيها. معليش إيدي بركة أكثر. لك توبشيني أنت عطشانة روحي. تعي يلي سميتي بنتك غادة وحلوة وأمورة ما قدر عبعادة يا يا للهلق للالو 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 يا عيني لما بفتح برادة بشبع مقدوس وجبني وزيتونة يا يا بابا بو بابا بو. شو وين نسوانك يضبوك؟ واحدة بعتها تجيب خبز والتاني بعتها على الدكان تجيب أكل. والتالتة؟ التالتة أعطيتها إجازة تروح تشوف أبوها. إيه روض بحالك لكان روح. شو صار مع بدي؟ مو شغلك. أعطيتنا 300 ليرة بدك تفتح معنا تحقيق. 345 بس قلت لحالي يعني بركي بساعد. لا شكرا للمساعدة، نحن جبنا للدب لك هرمنا أول مرة، ثاني مرة ما بنجيبه. مين الدب أنا؟ إيه أنت، دب مكعب، أكلته للأنبات وقتلته للفاطوم. استلم هاي مرتك، روحي ضبي جوزك، روحي. ليش ما بتروح على الخليج مثل بديع؟ هذا الشيء كنت متوقعه من أم هاني، مو من أبوكي. بعدين بديع صار ضرب للمساء. بتروحي لعنده بتقولي له اذا ما بيعطينا على الحساب بدي طلقك. قلت له خليه يطلق الكلب اللي بده ياكل صيدته بلا وبلا صيدته. كلب؟ هذا كلب بلغه؟ لا عفيف انت كبير القدر بس هذا مثل يعني. ماشي بتروحي لعنده بتقولي له نكاية عفيف ما بده يطلق واذا بيخاف على بنته لا يكبر راس. شو بدك تعمل له يعني؟ شو بدي اعمل له؟ بدي خليها تنزل تشحد بالشوارع، وإذا بده يكبر راس أكثر بدي خليها تشتغل بالبيوت.
معقولة؟ شو هي المعقولة؟ هلا إذا بدبر لك شغل بتشتغلي؟ إيه بشتغل، بس حسب الراتب. لك أنه راتب ليش معك ابتدائية؟ السنة الجاية مثل هلا بكون انا وياك هون عم ناكل رز بحليب بقلب الشبح. حدا بياكل رز بحليب بالشبح؟ الناس بالشبح بتاكل هيطالية. بالزبداني بسيارتي. بالشبح؟ ايه بالشبح. هلا بديع نخمنا حاجة والله دخلنا بقى. لا لا بالاخير بالاخير ابو طمزك. ليش صوتي ما بيعجبك امي؟ صوتك حلو كتير وانت ساكت. اسمعي اسمعي. زيني خلينا نعرف من سمام. بديه بدك نصيحتي لا تاخذ العود معك على الخليج. لا باخده معي انا بس بدق بوقت فراغي. ومنشان هيك. منشان ايه؟ يعني اذا سمعوك بالخليج بفنشوك. فنشوني؟ اصلا انا اللي بيبق لي الخليجي، يعني انا بجيبه على حبته. لك مو منشان هيك. لك الاريضه صردك قولي بقى وخلصينا مشان ايش. ايه مرت عمي شبنا لانه صوته ما بينطق. كان انت لا تغني الا بعد ما تزبط الاقامه. تضربوا تضربوا اصلا مو لابق لكم يكون في بيناتكم فنان. لك تا تا عم يمزحوا معه. يا اخي شو المزح هذا؟ قل لي انت شكلك مو حلو، قل لي ريحتك طالعه، قل لي شو ما بدك بس لا تقل لي صوتك مو حلو انا فنان. تعال بدي غني عم يمزح. بقى هالبحثه وخلصنا. بس شي طلبها لا تقرقنا. ماشي الحال انا رح ارجع بس لاني فنان. حدا منكم عنده اعتراض قبل ما بلش غني؟ لا حبيبي بدي المهم تبدا تغني غني. بيزو يا بلبيزو يا بلبيزانا يا بلبيزانا يعني ابو الفيزانا بس انا دغمتها مشان ظبط الشطر الثاني. لا غني غني خلصنا. بيزو يا بلبيز يا بلبيزانا طبخك شو اللذيذ ما في غير طبخه انا. بيزو يا بلبيزو يا بلبيزانا طبخك شو لذيذ وشو بحبك انا. لك بيز تلبس بيز تلبس بيزونا حمرا عشفافا وكحلي كحلي عيونا. قلبي صار يدق قهوة بمهباتك فكر ريحتها لطلعت كمونا. بيزو يا بلبيزو يا بلبيزانا طبخك شو لذيذ وشو بحبك انا. طارت على الخليج طارت طيارة فيها أبلبيت حامل حامل منشارة يقبض دولارات ويدفع بالليرة يقلي البيض بسمن ويشوي الخرفانة. أيوة أنا. لحظة لحظة طولوا بالكم لحظة. شو اللي قلتها؟ يشوي الخرفانة. لا لا اللي قبلها. يقلي البيض اللي قبلها عامل من شارع طار الطيارة. هي هي طار الطيارة. على ذكر الطيارة تذكرت تدبر حق بطاقة الطيارة. كلياتنا كنا عم نفكر مثل حكايتك بس كنا عم نستنى لحتى نخلص تحلاية. ولا ما بتقدر تستنى طقيت احترقي. عبرني ياكم فوتو شو بحبكم قلبكم. ونسيت شغلة تاني. شو هي؟ احذروا ما عزنا. عجزتوا؟ عجزنا. الكو؟ إلا نسيت مرتي نايمة جوا بالأوضة. كذب ما نسيتها بس الممثلة شكران ما اجت عم تصور بمسلسل تاني هيك قال لي المخرج قول مشان يرتيها يعني يسكجها. شفتوا المخرج شو بيساوي؟ دينوا ما تركنا حدا ما تدينا منه. طيب ليش الصبايا ما يشتغلوا؟ شفيق طوال النهار ورا الدركسيون ما عم يطالع 10,000 ليرة بالشهر. الصبايا شو بدهم يشتغلوا؟ انا بدبره. بشو بدك تدبره؟ مثل ما دبرت نسواني. ها بدك ياهن يشتغلوا بالبيوت. شبك عم تقولها كأنهن بدهن يشتغلوا بالاسطبلات. أخي هدول ما بيشتغلوا بيخجلوا.
شو من سلالة كيلوباترا ولا نبرت انتي؟ ليش لحتى يغجلوا؟ الدنيا هيك، عالم فوق وعالم تحت، واللي فوق هو ولي نعمة اللي تحت، واللي تحت لحتى ياكل لقمته لازم يعمل بده اياه اللي فوق، وكل ما كبر راس اكثر وتنح اكثر كل ما صار تحت اكثر. في مليون شغله تحت، مو ضروري يشتغلوا بالبيوت. بالبيوت في ناس محترمين بيدفعوا سلف. شو عرفها؟ بجوز يكونوا عالم ولا اكحت من هيك. انا بدبرهم عن جماعه مرتبين بيدفعوا، مو بس هيك احتمال يدفعوا له حق تكت الطياره لبديع. انت بتعرفه؟ ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. صرت عم اشتغل متعهد. متعهد ايش؟ دبر خدامات ويد عامله. أهلين وسهلين حبيباتي، نور البيت يا ميت، أهلا وسهلا، ايدكم على عبكم، خلي عفيفة حبكم. بونسوار، هاي بونزيت. انت دائما أشطر وحدي، لك بدي أفهم ليش بتطالع أكثر منكم؟ ليكون عم تخبوا من خسكاركم انت وياه وليه؟ هلا اتحطيت وتمطيت وما لقيت غير هالشغلة؟ شو بدنا نشتغل؟ بهالحارة ما في غير اليد العاملة الرخيصة. روح دور غير هون، نحن ما عنا بنات تشتغل خدامات. ليش ما عنا؟ لا عنا، روح قل لهم موافقين. بدك البنات يشتغلوا بالبيوت؟ شو عليه وأنا كمان بشتغل، المهم نسفر بديع، بعدين منترك الشغل. مزدت حالي بالنهر. ما بصير لك شيء، بيسحبوك كلك روايح. أنا مرتي ما بتشتغل خدامة، لو بدها تموت من الجوع ما بتشتغل ما بتشتغل ما بتشتغل. لما بتقدر تعيشها مثل العالم والخلق ابقى اعترض أنت حبيبي. أنا معيشها مثل العالم والخلق ومرتي ما أنا محتاجة شيء، محتاجة شيء مرتي، محتاجة شيء. ما تردي؟ أنا محتاجة. شفيق لا تجيب لي الجلطة، بديع لازم يسافر يعني لازم يسافر، نحن دفعنا 100,000 ليرة، بدك اياها تروح علينا مشان حق التكت؟ موافق بس على شرط. شروط؟ بتغير اسمها واسم عيلتها، وكل ما شافتني بتعمل حالها ما بتعرفني بنوم بنوم. ماشي، ما بصير الا اللي بخاطرك واللي بدك اياه. يعني. شو المرت عمي ما بصير غير بخاطره واللي بده اياه؟ شو بدك ريموز باشا هي؟ شو قصدي؟ ما بعرف. اسكتي. ما حسكم. لا تتخانقوا لا تتخانقوا مشاني، انا بدي هيك يصير لانه اذا بالبلد عرفوا اني انا وافقت اشتغل مرتي خدامه بصير فضيحه، واذا جدي ديري بيتنخع بوشي وبيخلعني بالدبسي على فراسي. لو بتشقفني شقف شقف ما بشتغل بالبيوت، ليش انا تعلمت عشان اشتغل هالشغله؟ طيب ما في شغل تاني، شو بدك يعني اعمل؟ بطل سفر. بطل سفر؟ ما بقدر، بدك يعني بطل سفر بعد ما وصلت لقملتك؟ افكر بحل تاني. اشتغلي دليلة سياحية. يعني انت مو ضد؟ لا مؤقتا. طيب وبركي كان بدهم يعني يسافر مع السوا؟ اذا ما في فكة حبيبتي سافري. ايه هلا بروح على الفكة. حد يشيل امي ولا يعتب علي. علي شو حلوة الغنية. محدش يلومني ولا يعتب علي. شركة الطيران ترحب بالأستاذ بديع على متن طائراتها. مدير شركة الطيران يرحب بالأستاذ بديع على متن طائراته. يرجى من السادة النزلاء داخل الطائرة التزام الصمت. مفروض على قد وصل الأستاذ بديع. هبوط كتير. أولي أولي جنبني أولي. الله يعطيك العافية أمي. شيء عليك ما حالك مثل حالك خلت عمرتي مسيك. شو هذا؟ 1,000 ليرة؟ هدول اللي اعطوني اياها. امي بقيانا 4 ايام، اذا خلصت الفيزا بتروح علينا ال 100,000 ليرة. لك انت قديش معك؟ 10,000. قديش لسه بدك؟ قدو. لك ضروري روح ارجعك، روح ارجعك. شو اسوي لك امي؟ هنيك طالعين قانون، روح ارجعك، روح ارجعك. ماشي، بركي زهرة بتحصل شيء من الطليان. امي لبينا ما ترجع زهرة بتكون خلصت الفيزا. بوران خانم، بوران خانم. نعم عيني نعم. كنتك زهرة على التليفون. ماشي بدي أحكي مع مرتك على التليفون. وينك تاني مرة؟ ما حدا بيتصل على دكانتي، أنا مالي ساعي بريد عنكم، فهمتوا؟ آخ يا بيي شو عملت بحالي؟ آخ آخ إجرائيل. آخ يا بيي آخ نايم. لك شو نايم؟ ظهري لحيف
الفزير. كمان انت اكله ما راح ولا الصنعه. لك رحت بدي اشتغل بالفاعل، قال بدي اعمل له مفاجاه لبديع. الله يعطيك العافيه. بوران اعملي لي مساج وتكرم عينك. ايه. ايه فوق شوي. ها. ايه تحت شوي. ها. ايه قوي شوي. ايه لا 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 ارخي شوي. مية يا مية مية. رجع بديع، رح اروح شوف شو صار معه وارجع. لا الله يخليكي، كمان اعملي المساج كمان شوي كمان. لك وايدي يرحمني. حبيبي ابو طمزه وين المصاري؟ جبتي الورانيه. شو هاد 250 ليرة بس؟ ايه 250 ليرة، أنا اشتغلت بالفاعل، شو قلت لك إنه أنا اشتغلت بالبنك؟ العمى بعيونك العمى، عملت لك مساج ب 500 ليرة. بديع فوت ولا؟ أمي يا أمي بدي أسافر على حلب. ليه؟ اتصلت الزهرة قال دبرت المصاري بس ما فيها تيجي وتترك القروض. أنت دور وراك وبنبعت شفيق عوضة. ما بقدر أمي ورائي كلها جاهزة بس أنا بدي أروح، مشتاق لمرتي بدي أودعها. زهرة منين دبرت مصاري؟ عم تشتغل بالتصريف. هيك قالت لك على التليفون؟ ايه قالت لي عم تبيع بالاخضر وتشتري بالازرق. قولي لا ما عم تبيع دولارات وتشتري ماركات؟ هي فيها اقتصاديه. يا عجوك يضرب يضرب. جهزتي العشاء حبيبتي؟ امي هلا هذا عشاء خبز ولبن. خبز ولبن احسن من خبز حاف، شو بدنا نعمل؟ يعني ضروري الاستاذ بديع يسافر؟ ايه العمى شو حدنا؟ بكره بس تركبي جنبه بهالسيارة الشبع والكرسي يعمل فيكي هيك وهيك وتشوفك ام هاني وتطرقك هذيك العين بتتذكر يا هذي الايام العجاب. يا خوفي يا خوفي انسانه بس يصير معه مصاري مثل ما كل اللي راحوا على الخليج ونسيوا هاليوم. ايه روح شفي ابعت لي حمى كله مشان ابنك بديع. شبهي له لبديع انت وجوزها. شو حلاوة؟ بطلتي تعرفي الحلاوة؟ لا بعرفها للحلاوة بس نحن عم نشحد الفرنج وانت حضرتك عم تتعلق. مو مشتري شري سرقتها شفي؟ شو شايفتيني حرامي حتى اسرق؟ واحد نسي معي بالسيرفيس قمت اخذته. روح بيع على ام هاني. لام هاني ايش وهدنا وتنفس كلها حقها 65 ليرة. ماشي بيعها ب 50 تنفعنا. صادقي لك انا بسفرتي على حلب تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. جعت بدي اتعشى. شوفي حباتي بوران انا بحب حطك بالصوره قرش واحد انا ما عاد فيني اقدر ادفع بدي اشتغل شهر على الميكرو ببلاش. وانا من وقت ما اشتغلت نهار بالباطون بشهر ما بقيت اقدر اجلس ظهري. وانا كمان اذا بدكم مني مصاري بدكم تسمحوا لي اتنازل. عن ايش؟ ما بعرف بس صاحب البيت بضل بيقول لي يا غاده اذا بدك تعيشي لازم تقدمي تنازلات بهالحياه. تنازلات شو؟ شو بيعرفني؟ ما سالته مشان ما يفكرني غشيمه. غشيمه؟ منين لك الغشمنه؟ العين تطرقك شو ذكيه. اسمعي ولي من بكره اذا بتروحي على الشغل رجلك مكسره. شبك ام غصه؟ بجوز الرجال قصد بالتنازلات غير ما شطح فكرك. اياه فرجي هي 7000 صوفي 1000. لا حول ولا قوة الا بالله. هلا تعثرت على 1000. شو قلت؟ عيدها لشو؟ شو قلت؟ قلت تعثرت على 1000. إيه لا تفركست ولا شيء. غدا امي روحي شوي لعند جوزي. شلون ما تفركست؟ الفيزا باقي لها 3 ايام و1000 ليرة مستحيل نقدر ندبرهم. تحت امك لشو؟ شو بدك بتمي؟ مخبي بتمك 1000 ليرة وساكت عليها؟ أنا مخبي عيدها مسحتي إذا كنت مخبي شيء. قديش سن الذهب؟ شو قصدك؟ في بتمك سنين ذهب، كل واحد حقه 500 ليرة. بدك يعني أنا عصباني مشان حضرت ابنك يسافر؟ افتح تمك لشو؟ ما افتح. لا بدك افتح 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 افت
شوفوا ضرس الذهب المخبى جوا. شو لسه ما رجع؟ ان شاء الله عمرنا ما يرجع. لك يخرب بيته، نحب يعملنا بسوق الخدم مشان يسافر ابنه. طول البالك يا ابو الجنه، طول البالك. الناس لبعضها ليش ما تبوظ هيك؟ لقيت طيارة، لقيت طيارة قبل ما تخلص الفيزا بيوم، بس ما عليها ولا محل. مو مشكلة مو مشكلة، أنا عندي في بيشتغل في مكتب شركة طيران، امشي لعنده. يا حبيبي يا طير. تضرب منها بينه. إن شاء الله أبوك، كيف تلبكوا فيني؟ وما بينورني يدفنوني يا رب. على مالك على مالك على جنة الترابيزات مقدوس توصاية للعالم، على مالك على مالك. أمي بدكم شيء؟ لا تنسانا من المكاتب. خلاص أمي كل يوم بدي أبعث لكم مكتوبة. إيه ليش عم تبكي مرت عمي؟ ليش عم تبكي؟ بديع ما بينخاف عليه. بعدين لك على بالك يا مدلوعة. بعدين مرت عمي حوادث الطيارات أقل من حوادث السرافيس، يعني بالسرافيس عنا من كل 100 سرافيس بيروح منهم 99، بالطيارات من كل 100 طيارة بتروح وحدة. صحيح بيقتلوا الكل بس مدلوعة ما بينخاف عليه. أنا مو مشان هيك عم أبكي. لك أنا مشان شو؟ لك يا شفيق يا شفيق، الفراق صعب وهذه أم قلب الأم. أسيدي حمل ونزل عن ظهرنا. شفيق الفراق هلا. يلا خلصونا خلصونا، تأخرنا على السيرفيس. يلا خطفا. شي لبديع كنا عرفنا. طال له يومين مسافر على بينا، اول ما يصل يتصل. اكيد اكيد ام هاني متصل فيه وهي ما خبرتنا. ام هاني مو لقيمه لهالدرجه، وهي بتحب العوامه كانت اجت وخبرتنا. مرحبا مرت عبدي. اهلين. شو هي اهلين حاف؟ صار لي اسبوع غايبه، قولي على القليل الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. غدا صاير شي؟ بدي مات بعيد الشر ما اتصل. ايه بيكون ما معه مصاري، ام اجل الموضوع ليوم تاني. قولي لا احكي لا. مرت عمي شوفي شو جبت لك معي، تفضلي. هلا وقت الهدايا انتي التاني، وبدي ابصر شو صاير باحواله. يا ترى جوعان ولا شبعان؟ بردان ولا دفيان؟ دفيان امي دفيان، هونيك الدنيا حرائي، هلا بيكون عم يتشوى وعم يتقلى وبيكون عرقه مرقه، لا تخافي. بديع رجع رجعوني. ليه؟ طيارة صار في عطل، قامت عملت هبوط اضطراري بعمان. وصلت قامت لقيت الفيزا خالصة. شو يعني؟ شفت موبايل بالترانزي وما دبر لي فيزا تاني. يعني ما راحت الفيزا؟ راحت بس لازم تدبر لي 100,000 ليرة تاني. أوري. شوف بديع، أنا ما بقى أقدر أعمل لك شيء، بس إذا بدك يعني دبر لك مصاري أنا بدبر لك، بس يعني أنت بدك ما بقدر. ما بتقدر؟ نزلوا لي اشاره لشوف. I'm not afraid.
Bonjour.